السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير شرائح الدجاج مقلية كتجي مقرمشة من أروع ما يكون، أحسن من داك الشيء اللي كيتوجد في المطاعم، وطبعا الطريقة جد سهلة وبسيطة. خليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله، عندي هنا صدر ديال الدجاجة قطعته بحال هكا على شكل فيلي شرائح رقيقة نسبيا باش طيبنا بالزربة في المقلة. غادي ندير شوية ديال الملحة حسب الذوق دائما، شوية ديال البزار، واحد دريس ديال الثومة محكوك، وغادي نكمل بشوية ديال الثومة غبرة. إذا ما توفرتش عندكم الثومة غبرة ديروا جوج دراس ديال الثومة. غادي ندير شوية ديال السودانية، طبعا اللي كيبغي الحار، اللي ما كيبغيهاش ممكن يستغنى عليها. شويه ديال التحميره وشويه ديال سكينجبير، واخر حاجه غادي نزيد القليل من عصير الحامض، ومن بعد غادي نخلط هاد الشرموله مزيان مع الدجاج. ماذا بكم تشرملوه بالليل وتخليوه يتشرب مزيان حتى الصباح وطيبوه، او لا على الاقل تخليو هاد الدجاج يتشرب لكم هاد الشرموله، يعني واحد المده جوج سوايع على الاقل. دابا غادي نحتاج شويه ديال الطحين، خلطت معاه شويه ديال السودانيه، تحميره مليحه وشويه ديال الثومه غبره، غادي نخلطهم مزيان غير باش كيجيني داك الطحين حتى هو يعني منسم وكيجي لذيذ. غادي نحتاج ايضا بيض مطرب وشويه ديال لا شابلوغ. انا كنفضل نستعمل هاد النوعيه بحال هكا، يعني ديك اللي كتستعمل في السوشي هذه كتعطي نتيجه زوينه ملي كتقلى، احسن من لا شابلوغ العاديه. واخا كتكون شي شويه زايده في الثمن، ولكن النتيجه يعني فيها فرق كبير. اذا دابا غادي ناخذ هذا الفيلي ديال الدجاج اللي سبق لي شرملته مزيان، غادي ندوزو في المرحله الاولى في الطحين. ومن بعد غادي ندوزو في البيض، غادي ندوزها في لا شابلوغ. اذا صافي، من بعد ما كان سالي غادي نخلي هذا الفيلي حتى داك البيض كيشد شي شويه ولا شابلوغ كتلصق فيه مزيان، عاد ونبداو نطيبوه. كملاحظه السيدات اللي كيبغيو يوجدوا باني لوليداتهم، اولا كيبغيو يديو معاهم مثلا ماكله للخدمه، اولا رجالهم، اولا شي حد في العائله كيدي معاه ماكله للخدمه، فغادي يخليهم بحال هكا، يصوبوهم في الليل، يغطيوهم مزيان، يديرهم في الثلاجه، والصباح عاد كيطيبوهم. دابا غادي نبدا نطيب الفيلي ديال الدجاج. اذا عندي هنا زيت سخونه وغادي نزيد فيها الدجاج ديالي. طبعا تاكدوا من انكم مهبطين درجه الحراره، ما تكونش العافيه مجهده بزاف باش داك الدجاج ياخذ وقته يطيب من الداخل، ماشي غير تخطف وكيبقى قاصح من الداخل. هنا من بعد ما داك الدجاج كيتحمر لي مزيان من الجهه الثانيه، غادي نقلبو باش يطيب وياخذ اللون من الجهه الثانيه كذلك.
إذا كانت هذه شرائح الدجاج المقلية المقرمشة اللي صوبتها معكم اليوم، فعلا كتجي جد رائعة. طبعا بعد ما كنحيدوها من المقلة كنديروها في ورق تنشيف باش كينزل منها الزيت القليان، ومن بعد كنقدموها. كيمكن لكم تقدموها كطبق رئيسي مع خضر مرافقة أو لا مرافقات أخرى، كيفما يمكن لكم تستعملوها لتحضير البرجر أو لا ساندويتشات ديالكم. كذلك بالنسبة للوليدات الصغار كيمكن لكم تعطيوهم هاد الدجاج مباشرة في الباني ديالهم ياكلوه، أو لا ديروا به ساندويتشات كيف ما سبق لي ذكرت. نتمنى الوصفة والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، لايك، تعليق، بارتاج ديال الفيديو واشتراك في القناة بالنسبة للزوار الجدد. طبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. شكرا على المشاهدة، نتلقى مرة أخرى إن شاء الله في فيديو آخر ومع وصفة أخرى.